طبع تو اخونا رضوان جاء احنا نصلي التراويح. المهم الرجال صلى جنبي وشفت ثوبه انا وبغيت اقول له عطني ثوبك خليه يودون الكواي. انا صراحه ما اعرف الثقافه هذه. شوي جانا ابو زايد يا هلا، انا عجبني هذا ذرب سهل مكه. قرب قرب لو يكوي ما في فايده. احسن شيء اصلا ما يتعب المدام، بني الغساله يلبس. شوف شوف يا جماعه، اصبر كيف كيف اشرح لنا اشرح لنا. هذا اهل مكه، اهل الحجاج بسمعها. ايه مكه جده المدينه الطائف يلبسوا القطن. ايه ودائما هو كذا يتكرمش ما ينكوي. لا يكوي. طيب بس اقرب 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 والله حسبكم طلع من الشنطه. لا لا دقيقه دقيقه، انا بطفي الفلاش عشان يبين. طفيت فلاش عشان يبين يا جماعه. هذا قطن 100% طبعا. لا لا يجي احد يقول انت احرجت الرجال. لا هذه ثقافه. وجمال الثقافات ان اذا اجتمعت عندك انت تكسب مني ثقافه ويكسب مني ثقافه. يعني القماش هذا ايش تقول وين؟ سويسري. سويسري من منه المصري في منه السويسري. يا حبيبي شوف الازارير، شوف 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 الازارير. هاي الازرير عارف انا عند الحجاز غالي. منه الياباني. لو تعطيني خمسه بس احطها بثوبي. منه الياباني. فهي ثقافه في الحجاز. والله العظيم اني بغيت مرتين اسالك واني استحيت. لا 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 بغيت اقول عطني خليني اوديك الكواي، بيجونا ضيوف الحين. كذا هو. ولا نرضى اذا ما صار كذا ما ننبسط. والله العظيم. اي والله. اكشف شوف المخبى حقي. اي والله ما شاء الله. لكن بارد. اكيد متكرمش. يلا يلا زي نظام لديتر، كل ما زادت الكرمشه زاد سطح التلامس مع الهواء. صح يلا خذوا فتوى من ابو زايد. هلا 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 يا